تمام. ايش الاصلي عربي؟ يمنيز ان انديا، انديا طبعا كابيتالايز، كله كابيتالايز. threatened with detention and deportation. India threatened with detention and deportation. لا أحسن من face. مهددون أحسن، يعني threatened أحسن. دول أوروبية تطالب، فيش حاجة اسمها دولة الاحتلال. الاحتلال بوقف التوسع الاستيطاني أو مطالبات أوروبية بوقف ممكن التنين ممتازين، مفيش عليهم غبار. ممتازة. سندس شات، ابعتي لنا يا سندس، ولا ابعتي لنا بعتي، ماشي استني اشوف بعتي. طيب بايدن takes first action. إيش الأصل؟ عربي؟ عربي. takes first action charges still pending the Assad regime regard using chemical. طيب بنفعش أنا أشيل مثلا articles وكذا وبنفس الوقت يفقد معنى الكلام، فبدنا نشوف طيب بايدن takes action over Syria and Assad regime's charges for chemical weapons. بزبط ولا بزبطش؟ perfect. تمام تمام. لحظة، لا هدول مش مرتبطين في بعض. سيمي كولن أسد رجيم faces charges for chemical weapons. كده كده فكرت أنا هو بياخد خطوة على الاتهامات. لا الاتهامات يعني عنوان تاني. So Biden takes action over Syria and Assad regimes، أو هذه بتفصل يعني، faces charges for chemical weapons. تمام، أو مش semicolon، كما عادي. تمام. UK under 40s to be offered alternative to AZ vaccine، بديل اللقاح تقدمه المملكة المتحدة لمن هم دون الأربعين. ممتاز، ما عليهاش غبار. سنتين. مين الآن؟ أريج. وين أريج؟ أنا يا مس بعتت. وينه؟ مش وصلني. هي وصل. طيب. European powers، ايش الاصل بالانجليزي؟ الانجليزي فيش تأمر، فيش حاجة اسمها تأمر. تمام، تطالب اسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني. تمام yeah. تمام يا أريج. Israeli forces arrest protesters in Sheikh Jarrah. ممتازة. طب بس هنا إيش رأيك عشان اعتداء مهمة؟ arrest and assault protesters أو assault and assault and arrest protesters، طبعا capitalization. ماشي؟ ماشي تمام. ألا سندس إحنا مش تبعك؟ شفنا سندس صح؟ بلا يا مس أنا. وزينب شفنا، يعني ضايل ألا إيني مس ورزان
وإسراء وحنين وملك، صح؟ تمام. وين وصلنا؟ Start contrast between White House and GOP activity this week. تناقض تام بين نشاط البيت الأبيض والحزب الجمهوري هذا الأسبوع. Then, one of Italy's most famous sites just reopened with a striking change. مع تغيير لافت أو ملفت. تمام؟ مع تغيير ملفت. تويتر يغلق عشرات الحسابات. تويتر closes many. بنقولش يعني الفعل اللي بيستخدمه تويتر هو suspend. Suspends accounts. Activists. مش activities. Activists. مش install. طيب. Twitter suspends accounts supporting Sheikh Jarrah. تمام. مين قلنا الآن؟ خلصنا علاء، خلصنا سندس، خلصنا زينب، رزان هيك بعد اثنين. Occupation raises the state of alert in anticipation of any escalation. هذا النص الأصلي ولا النص الأصلي عربي؟ أظن النص الأصلي عربي. طيب. طب إحنا يعني اشتغلنا كتير، إيش رأيك تشتغلي معنا وتقولي لنا إيش المشكلة هنا؟ أول حاجة في الشيء إيش؟ She articles occupation on alert for possible escalations or escalation. Zain, بزبط ولا بزبطش؟ معانا بزبط ولا بزبطش؟ بزبطة. تمام. Serious intentions conference in Berlin lays out a roadmap to save Libya. مؤتمر النوايا الجادة، هيك اسمه المؤتمر؟ يس يس. تمام، ممتاز، فيش عليه مشاكل. طيب بعد رزان في عنا إسراء، بعدين حني. طيب American Space Organization predicts China's lost rocket to fall in Arab territory. يا سبحان الله. بالعربي ولا بالإنجليزي؟ بالإنجليزي صح؟ أنت مترجمة. American Space Organization. ترجمة للإنجليزي. Arab territory. Country خليها. طيب ليش مثلا China's lost rocket may fall in Arab country predicts space. خليها هيك وبيصير كيف مثلا American بس هي فيش إلى اختصار منظمة فضائية أمريكية. Space Organization. كده ممكن. U.S. Space Organization. China's lost rocket may fall in Arab country. King Henry VIII ship reveals racially diverse two-door England. طيب عارفة إيش يعني two-door England؟ هي العائلة الحاكمة لإنجلترا. بالضبط، شاطرة. يعني أحكي في الترجمة العائلة ولا أخليها تيودور إنجلترا؟ لا خليها عائلة. عشان ليش؟ بس هي أساساً إيش قصده diverse تيودور إنجلند؟ إنه إنجلند اللي كانت في زمن تيودور كانت فيها تنوع عرقي. هيك مفهوم أو هيك معنى الخبر. تكشف
التنوع العرقي لإنجلترا في عهد تيودور. كده أزبط. حنين معانا؟ Yes. خليني أحط بقية خبرك وين راح. أكم حدا ضايل؟ احسبوا لي إياهم بالله. كم شخص متبقي؟ ضايلين يرفعوا إيديهم بنعدوا على طول. 9 حالات وفاة وست طيب. 9 deaths. 6501 new infections, 19,031 recoveries in 24 hours. تمام؟ 9 deaths, هل أدي infections, هل أدي recoveries in 24 hours. زين؟ اعتقالات ومداهمات في شيخ ممتاز. طيب إسراء خلصنا منك. يلا بالله اللي ضايلين يبعتوا, اللي ضايلين يبعتوا, اللي ضايلين يبعتوا. مين ضايل؟ ألاء شفناها, أريج شفناها, إيمان شفناها, حنين شفناها, ملك ما شفناهاش, رزان شفناها, رزان شفناها, ريحان ما شفناهاش, سماح شفناها, سارة شفناها, ياسمين ما شفناهاش. ضايل ثلاثة. يلا عشان أنا خلاص طفيت. أيوة ضايل واحدة. من الثالثة فرنسا عن الخلاف مع بريطانيا حول جزيرة جيرسي. طيب. طيب 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 الآن هو هذا التمهيد غلط أساساً في كتابة عنوان. تمهيد في كتابة عنوان خطأ خطأ خطأ. تمام؟ من غير تمهيد مباشرة. France not to مثلاً accept compromise over Jersey with Britain. بجوز ولا بجوزش؟ بجوز صح؟ France not to accept أو approve compromise over Jersey, ممكن Ireland أو من غير Ireland, with Britain. France not to accept compromise over Jersey with Britain. تمام؟ يبقى دائما 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 أي تقديم, أي introductory phrase في العنوان ما بدنا إياها. أكم طالبة قلتكم إحنا اليوم حكينا؟ أكم شخص حكى اليوم؟ مين بيقدر يقدر تقدير؟ أكم خبر يعني تقريباً عملنا مع بعض لو بدنا نقدر؟ قديش بكونوا وصلوا؟ Anger rises as Muslims protest French cartoons. هذا إيش الأصل, العربي ولا إنجليزي؟ ولا إنجليزي ولا عربي؟ ها؟ إيش الأصل؟ ملاك أو ملك؟ ممكن إنجليش الأصل. ملك معنى؟ ملك؟ الإنجليزي تمام. ارتفاع الغضب. طب هل الغضب بيرتفع؟ ولا إيش؟ يشتد مثلاً. غضب مضاعف أو اشتعال أو
المسلمون أو الغضب يجتاح ممكن يجتاح قوية شوية ازدياد أو يزداد ازدياد ممكن غضب الغضب يشتد مثلا الغضب أو غضب المسلمون يشتد احتجاجا غضب المسلمين عفوا يشتد احتجاجا على الرسوم الفرنسية المسيئة تمام؟ تمام؟ كويس يا ملأ؟ طيب ريحان الصحة العالمية تكشف تدهور حالة الوضع الوبائي Global Health Reveals طيب هدول بديش أشوفهم إلا لو أنا لا أعترف باللي بحكي وإذا شفتهم مستخدمين في الأخبار بكون عارف إنه الكاتب مش عارف هاي المعلومة Reveals sharp deterioration in طب يعني مش كتير هيك الكلام تقيل على عنوان Global Health reveals collapse in pandemic situation ممكن ولا مش ممكن الكلمات هاي التقيلة يا ريحان نحاول نخففها تمام ريحان معنا ريحان تمام يا ميس تمام US adds هل أدي jobs in April a dramatic slowdown تضيف الولايات المتحدة 266 ألف وظيفة في أبريل وهو تباطؤ كبير ممتاز بس من غير العلامة هذه ماشي ممتاز ما نستخدم فاصلة في العناوين في العربي لا مش فاصل في العربي احنا بنحط الفواصل بالانجليزي بدل and صح؟ بالعربي بحط حرف العطفوة ياسمين ضايل حد غير ياسمين؟ طب والله اللي ضايلين هلأ يكتبوا لي اسمائهم عشان هم صمدوا معانا ساعتين كاملين فبدنا ايش؟ بدنا نظهر احترامنا ومحبتنا وشكرنا وتقديرنا لهن على احتمالهن وصبرهن طيب حد بالله يكتب لي الأسماء حد يأخذ لي الأسماء مين تأخذ لي الأسماء أنا أريج خديهم يا أريج أريج أنت برضو عندك هدول صح graded كله معمول عندك يعني اللي بده يمحي يمحي world كله 30 years after the declaration of Windhoek تمام فيش في مشاكل في كمان إشي بدك تبعتي يا ولا هو واحد بس في غيره ولا هو واحد يا ياسمين هيك بعتها بوتين لقاح سبوتنيك الروسي جدير بالثقة مثل الكلاشينكوف بوتين رشز أن هو الأصل العربي ولا الإنجليزي يا ياسمين العربي الأصل. Russia's Sputnik vaccine like a Kalashnikov, both of them reliable. طيب أنا بقول يعني قوله إنه كالكلاشينكوف مش هالقد مهم. فممكن بوتين Russia's Sputnik vaccine أو يمكن هو قاصد يحكيها لهدف في نفسه. طيب Russia's Sputnik vaccine. As reliable as Kalashnikov, تمام? As reliable as Kalashnikov.
اكتب اسم ألاء اللي هو مش اللي كتبه مش اللي حله اللي ضلوا معنا للآخر. يلا عشان أنا بدي أحضر لحصتي كمان ربع ساعة. في حد بده أي حاجة قبل ما نخلص؟ أنا أصلا الريكوردينج.